مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. فيديو اليوم راح يكون مطبق السمك العراقي بالزعفران، أكلة عراقية الكل يحبها. نشوف وياكم الطريقة. مرحبا أصدقائي، اليوم مثل ما قلنا راح نسوي مطبق السمك. عندنا هذا السمك طبعا نظفته، غسلته ونظفته وقصيت كل الزعانف مالته وفشقت او قطعت كل سمكة واحدة الى نصفين بهذا الشكل بالطول، فشقتها مثل احنا نقول فشقناها للسمكة بهذا الشكل. ممكن تقطعون الراس ممكن تخلوه، وعندي هاي خليتها صحيحة مثل ما هي. طبعا ملحت تمليحة يعني كلش ملح زيادة، وبعدين بس يمتص الملح راح اتركه بهالشكل ويا الملح تقريبا شي نص ساعة ساعة، وبعدين راح ابهره واقلي. مطبق السمك العراقي من اطيب الاكلات العراقية اللي يحبها كل العراقيين، ويا التمن الاصفر او التمن الابيض ويا الزعفران راح يكون هاليوم. تابعوني وشوفوا الطريقة بالكامل. مثل ما تشوفون اصدقائي، هسه هنا غسلته بعد ما ملحناه تركناه تقريبا 3/4 ساعة بالملح. غسلته على السريع تحت المي تحت الحنفية، وهنا حضرت بالصينية حطيت ورق المطبخ وراح انشفه من المي بالورق مالت المطبخ حتى يعني اتخلص كل كمية المي الموجودة به. بهذا الشكل اسوي النشفة يعني اكبر قدر من الماء. بهذا الشكل نشفناه بالكامل من الماء. هسه راح نحط له البهارات. البهار اللي انا استعمله مثل دائما يعني اقول بالسمك ما احب احط هواي بهارات، احب احط بس بهار الكاري. طبعا انتو البهار يرجع لكم او على ذوقكم النوع اللي تحطوه، لكن انا بالقلي بس احط له بهار الكاري ويا الطحين. طبعا هذا هو البهار اللي راح استعمله، مثل ما قلت لكم كاري وطحين، يعني كل ملعقة من الكاري احط لها تقريبا ملعقة الى ملعقتين من الطحين حسب قوة الكاري. وهاي هي البهارات. طبعا احنا ملح ملحناه صح غسلناه، لكن اللي هو مقص الاكبر كمية من الملح لان احنا حطينا كمية زيادة. وهسه راح نحط له الطحين ويا الكاري بهذا الشكل ونمسحه به طبعا من الطرفين من الجهتين من الوجه ومن الظهر بهذا الشكل. الكاري ينطي طعم كلش طيب، والطحين يمنع الالتصاق بالمقلة او يخلي السمكة تكون مقسبة شوية يعني مقرمشة، احنا نقول مقسبة بالعراقي. بهذا الشكل راح اكمل كل الكمية وارجع. طبعا هسه اصدقائي راح نبدي بقلي السمك طبعا بالزيت الحار بهذا الشكل. راح اخليه يعني فد 3/4 دقائق، راح اخليه في 3/4 دقائق وبعدين اقلبه على الوجه الثاني. طبعا هنا حضرت شرائح من البصل بهذا الشكل، شرائح كلش ناعمة وقطعتهن، وعندي هنا شوية من الكشمش او الزبيب، عندي زركش الايراني، واي مكسرات تحبون لوز جازو اي شيء متوفر عندكم ممكن تضيفوه، هاي اختيارية. هسه واكيد راح اخلي له بهار النمبصرة المطحون والكاري فقط، فلفل اسود شوية مو اكثر، ما احب طعم يتغير.
هنا بما ينقلي السمك عندنا اخذنا مقلى ثاني حطينا بزيت انتظرناه شويه يسخن وراح نقلي به اول مره بالصنوبر ونشيله وبعدين ننزل وراء البصل وباقي المكونات. بعد ما قلينا المكسرات الجاجو هسه البصل حطيناه بالمقلى ونقليه راح نحط له القليل من الكاري اللي سويناه ويا الطحين. الطحين راح يقرمش البصل شوية والكاري راح ينطي طعم طيب وبعدين نحط له شوية من مسلوق النوم البصرة. هاي البهار اللي راح نحطه بعد ما اتحمر البصل صار هذا لونه ذهبي راح اضيف له النوم بصرة بهار نوم بصرة او مسلوق النوم العماني او نوم اسود ما اعرف يعني انتو شو تسموا يعني رشة تقريبا ملعقة صغيرة هذا راح ينطيه الطعم كلش طيب للسمك وهي هاي الاكلة هذا البهار الاكيد الها يعني البهار المخصص الها 100% هسه راح نضيف لها الزبيب او الكشمش والزركش ونقلبها نخلط كلها هاي المواد وبدا تطلع الريحه يعني فد طعم وريحه كلش طيبه النوم بصره ويا هاي المكونات هي النوم بصره تنطيها طعم طيب طبعا ممكن انه شويه ناخذ من 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 الزيت مال السمك ونضيف عليه حتى ايضا ينطيه الطعم طيب للبصل هسه هاي الخلطه خلطه عندنا ظل عندنا بس نسوي التمن ونطبق هنا راح ناخذ شويه من الزعفران نحطه بمي حار شويه طبعا لحتى نحطه فوق التمن كلش طيب الزعفران ويا هاي الاكله ويا التمن بهذا الشكل طبعا شوفوا الزعفران شلون الاصلي راسا ينطي لون كلش حلو نتركه فد ربع ساعه الى ان احنا نسوي التمن نغلي المي ونبزل التمن وحتى نحطه عليه شوفوا اصدقائي شلون صارت الحبة يعني تضاعف طولها وحجمها تقريبا من 5 إلى 6 دقائق تغلو مو اكثر يغلي على النار وبعدين نصفيه بالمصفى هسه راح اصفيه ورجعنا التمن بالمصفى هسه بعدين راح نحطه بالقدر شوية زيت وننزل التمن صفيناه بهذا الشكل نقلبه بالزيت نضيف له الملح هنا ونقلبه وبعدين نضيف له الزعفران ونغطيه نغطي النار طبعا على التهدير نحطه على التهدير وهنا عندي الزعفران راح اوزعه بهذا الشكل واتركه يتخدر لمدة 10 دقائق يكون استوى طبعا بكيفكم تنزلون تردون الزعفران او تصفوه بكيفكم انا احب اخليه لان ينطي طعم اقوى ويتلون التمن كلش حلو يطلع اللون به هسه راح اغطيه اصدقائي نغطيه بالفوطه مال المطبخ نغطي الغطا ونغطيه بالكامل بهذا الشكل
نتركه 10 دقائق وبعدين خلاص نكون كملنا ونفرغ الأكل.